نظمت مديرية الحماية المدنية بولاية غردايا حملة تحسيسية توعوية بالتنسيق مع جمعية الخيمة للسياحة والترفيه، حيث كانت الانطلاقة من المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية سبسة. تم خلال هذه الحملة توزيع مطويات من أجل الوقاية من التسممات الغذائية ومختلف الأخطار. قلنا هادو تاع التسمم الغذائي، الواحد كي يروح يشري الماكلة من الحانوت ولا من بلاصة لازم يشوف تاريخ الصلاحية بعد باش ياكل الأكل هذا. وعندنا حملة ثانية تاع التسمم العقربي، يسموا العقربي هذه باش ما نروحوش، الانسان لازم ينفض حواله قبل ما يلبسه صباط وينفضه يعرف باش العقرب هذه.